الاستقرار فوق أرض ثابتة لا تهزها أصوات القصف أصبح حلما لدى المدنيين شمال سوريا، مع تجاوز عدد النازحين من ريف إدلب في الأسابيع الماضية 175 ألف نسمة منذ بداية شهر تشرين الثاني وحتى أواخر كانون الأول الجاري. مساعدة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر حذرت أعضاء مجلس الأمن من أن الوضع الإنساني للمدنيين في مناطق كثيرة من سوريا بات أسوأ مما كان عليه أوائل هذا العام. وفي ظل وضع مأساوي يعيشه النازحون في مخيمات الشمال السوري مع دخول فصل الشتاء، يشكل النزوح الجديد ضغطاً على المنظمات المحلية العاملة في الإغاثة مع نقص الدعم المقدم من المنظمات الإنسانية، حيث ينتشر أكثر من 1000 مخيم في الشمال السوري يعيش فيه قرابة مليون نازح، في حين يتجاوز عدد المخيمات العشوائية 200 مخيم يضم 121 ألف نسمة تحتاج جميعها إلى إعادة التأهيل وإيصال المساعدات الطبية والغذائية ووسائل التدفئة. بحسب منسق الاستجابة تضرر 29 مخيماً إثر موجة الشتاء الأخيرة، ما أدى لتشرد عشرات العائلات في العراء وتضرر 3000 عائلة حتى الآن. يتزامن ذلك مع قرب انتهاء آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث انقسم مجلس الأمن حول تمديد آلية إدخالها عبر الحدود بسبب التعنت الروسي، ما يهدد مخيمات الشمال بمأساة إنسانية غير مسبوقة. اتحاد المنظمات SNA حذر من أن 70% من أصل 3 ملايين مدني في نزوح مستمر، غالبيتهم من النساء والأطفال الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال العمليات عبر الحدود. ويشير ناشطون من الداخل السوري إلى أن المدنيين في ريف إدلب غير قادرين على الفرار من الموت تحت القصف والبحث عن أرض مجانية لنصب خيامهم بسبب انعدام وسائط النقل في المنطقة. ومع ساعات الفجر بدأت موجة نزوح جديدة من مدينة معرة النعمان والمزارع المحيطة بها، فإلى أين الفرار من هذا الموت والقهر اليومي؟